بسم الله الرحمن الرحيم، ومرحبا على قناتكم، قناة مصادر الحياة. والنهاردة زي ما وعدناكم في الفيديو السابق واللي تحدثنا فيه كيف تكوني جميلة بلا مكياج، وقدمنا فيه نصائح حصرية لا تجديها في أي مكان، وشرحنا أسرار الجمال. إن كنا وعدنا بشرح كيفية العناية بالشعر، والنهاردة بنقول سر من أسرار جمال الشعر وعلاج مشكلة قد تواجه كثير من الناس، وهي علاج منطقة خالية من الشعر في رأس الإنسان. هذه المشكلة تكون مؤرقة جدا ومزعجة للغاية إذا كانت المصابة بها امرأة أو بنت، وخاصة لو كانت بنت يعني مخطوبة أو على وش زواج، لأن منظر فروة الرأس بيكون سيء للغاية. بيلجأ الكثير إلى العلاجات الكيماوية والحقن بالحقن تحت الجلد، ومر علينا فتاة كانت مقبلة على الزواج وتعالجت كتير بالمواد الكيماوية، ولكن يعني لم يجدي معها هذا العلاج. وبالصدفة كنت أنا قرأت كتب كثيرة عن العلاج بالأعشاب، ومن ضمنهم على تذكرة داود، وركبت تركيبة جربتها على نفسي لأن هذا الموقف حصل لي أنا شخصيا، وجاب نتيجة جميلة جدا. فحبيت انني يعني احل مشكلة لهذه الفتاة، وفعلا اتت بنتائج بعد 30 يوم، وكانت فرحتها يعني لا توصف، لان كان على زواجها ما يقرب من شهرين فقط. النهاردة بنقدم هذه الوصفة مع شرح وافي للعناية بالشعر حتى تكوني جميلة. أولا نتفق على أنه لابد من الابتعاد تماما أو بنسبة 90% من الشامبوهات والكريمات، لأن ذلك بيؤثر على حيوية ونشاط بصيلة الشعر اللي هي أساس جذر الشعر. فالتأثير على بصيلة الشعر بيؤدي إلى عجز الشعر وإتلافه، وإذا أصيبت بصيلة الشعر فلا تنتظري شعر جميل على الإطلاق. نشوف أول الحالة بتبقى منظرها إزاي. دي منظر المنطقة الخالية اللي بيصاب بها الإنسان في فروة الرأس، وبتكون في الوسط أو في الأمام، في الوسط دائما، يعني في الوسط أو في الأمام زي ما انتم شايفين في الصورة. العلاج هذه المشكلة بسيط جدا، ويعني في متناول إيد أي إنسان، ويستطيع أي إنسان تركيب هذه الخلطة، وهي طبيعية 100%، لا تضر على الإطلاق، لا تضر على الإطلاق. الخلطة متكونة أو مكوناتها، هو أساس الخلطة هو نبات الزعتر. نبات الزعتر ده موجود عند العطار، ويعني رخيص الثمن، وبنجيب منه حوالي 100 جرام من نبات الزعتر،
وبيبقى شكل نبات الزعتر عند العطار زي الصورة دي. ده شكل نبات الزعتر عند العطار، وهو يعني عشب رائحته جميلة. بناخد منه جزء وبنغليه في 20 مللي لتر ماء، يعني حوالي كوبايتين من الكوباية العادية اللي بنشرب فيها الشاي. بنغليهم بهدوء ونقلب كويس، وبننزلهم من على النار ونسيبهم حتى يبرد المغلي تمام. ثم بمصفة اليانسون أو المصفة عيون ضيقة زي مصفة اليانسون، بنصفي الخليط في زجاجة نظيفة تماما أو في وعاء نظيف. ده بعد ما بيبرد تماما. بعد كده بنجيب حوالي 100 جرام من خميرة البيرة الطازجة، وخميرة البيرة هنا ليست الخميرة الفورية، لأن احنا عارفين إن الخميرة نوعين في السوق، خميرة فورية بتبقى محببة، وخميرة بلدي بيسموها خميرة بلدي طازجة موجودة برضو عند في المحلات، وخاصة المحلات اللي بتبيع دقيق الخبز. 100 جرام خميرة بتقطعها أجزاء وبتدوبها في مغلي الزعتر، في مغلي نبات الزعتر لحد ما يدوب، ما تدوب الخميرة تماما. بعد كده بنجيب مجموعة من الزيوت، مجموعة من الزيوت يعني معلقة كبيرة أو معلقتين من الزيوت اللي احنا هنقول عليه. الزيوت زي زيت زيتون، زيت زيتون وزيت خروع وزيت لوز مر، لأن هناك لوز زيت لوز مر وزيت لوز حلو، الحلو ده للبشرة، أما اللوز المر فهو للشعر. زائد صبار زائد جرجير، نسب متساوية. نقول تاني: زيت زيتون، زيت خروع، زيت لوز مر، زيت صبار، زيت جرجير، وهنكتب المقادير دي أسفل الفيديو إن شاء الله. بنضيفهم كلهم على الخليط اللي هو مغلي زيت الزعتر اللي دوبنا فيه خميرة خميرة البيرة أو الخميرة البلدي وليست الخميرة الفورية، وبنؤكد. دي صور بعض الزيوت بتبقى في علب زي زيت الصبار وزيت الجرجير وزيت ما قلنا زيت خروع، وده شكل نبات الزعتر عند العطار. طيب بعد كده بنعبي هذا المخلوط في زجاجة تكون شفافة زي زجاجة فارغة من زجاجات الحاجة الساقعة أو البيبسي كولا أو خلاف ذلك، وبنرج المخلوط تماما. هنا بنجد أو بنلاحظ إن المخلوط لا يتجانس. ليه؟ لأن هناك ماء وهناك زيت، ولا يمكن التجانس ما بين الماء والزيت، ولذلك أمر مهم جدا إنك أو تستخدمي هذا المخلوط قبل الاستخدام لابد من رج الزجاجة جيدا جيدا. رج الزجاجة جيدا بيؤدي إلى إن الزيوت يعني بيحصل لها تفتت إلى ذرات أو نقط صغيرة جدا
فبيعمل إلى حد ما تجانس، لحد ما تجانس. طيب الزجاجة دي بنعينها فين؟ طبعا الزجاجة فيها خميرة بيرة، وخميرة البيرة سهلة التعفن، لأن ده فطر، خميرة البيرة ده فطر من الفطريات. لابد انك تحتفظي بهذه الزجاجة في رف التلاجة، ليس في الفريزر، ولكن في رف التلاجة اسفل الفريزر، حتى تستطيعي انك تحتفظي بها بدون تعفن او ما يحصل لهاش فساد. طيب طريقة الاستخدام، احنا عرفنا دلوقتي التركيبة، عبناها في زجاجة، هنحفظها فين، هنستخدمها ازاي، هنستخدمها بعد الرج، تمام. طيب الاستخدام هنا بيبقى كالتالي، انت بتفتحي فروة الرأس بتاعتك ده في المساء قبل النوم مباشرة، بتفتحي الشعر بتاع فروة الرأس كده بإيديكي، وبعدين بتحطي قليل جدا، بتاخدي شوية في كوباية بسيطة كده أو فنجان، وبتبدأي توزعيها على فروة الرأس، يعني بتدلكي بها فروة الرأس وليس الشعر، بتدلكي فروة الرأس وليس الشعر. فروة الرأس وليس الشعر ده مهم جدا. ليه؟ لأن احنا عايزين نعالج فروة الرأس وبصيلات الشعر وليس الشعر. بعد ما بتدلكي تماما لابد انك طبعا تلفي شعرك في فوطة تكوني مستغنية عنها، علشان الريحة وعلشان المخدة اللي انت نايم عليها ما تتوسخش، وتتركيها حتى الصباح، تتركي هذا كده تنامي حتى الصباح. في الصباح بتغسلي شعرك تحت الحنفية بلا صابون إطلاقا، بلا صابون. وبعدين بعد ما تغسليه بلا صابون بتستخدمي صابون خفيف، يعني خفيف جدا إلى حد ما، مع الماء الدافئ وليس الماء الساخن أو الماء البارد. ولمعلوماتك، وقلنا ده في الفيديو الآخر، إن أصح ماء للشعر هو الماء الدافئ، ليس الماء الساخن ولا الماء البارد. وبعدين بتكملي بقية اليوم. طيب كم مرة أستخدم هذا الخليط؟ ده حسب الحالة. إذا كنت بتستخدمي الخليط ده للعناية بالشعر للتخلص من القشرة، وأنا بقول أهو للتخلص من القشرة، وأتحداك بعد 2 مرتين مش هتلاقي أي قشرة إطلاقا. هتستخدميه كل يوم 3 4 مرات، هيحوش القشرة تماما، وهينعم الشعر ويخليه سهل التسريح. ده 3 4 مرات ورا بعض يكفيك. إذا كنت بتستخدمي لعلاج المنطقة خالية من الشعر، وده الموضوع بتاعنا، فأنت هتستخدمي لمدة 7 أيام ورا بعض، 7 أيام ورا بعض، ثم بتستخدمي بعد كده كل يومين. بعد 30 يوم بإذن الله تعالى سوف تجدي أن الشعر بدأ ينبت في المكان الخالي من فروة الرأس، وبكده بتتخلصي من هذه المشكلة بإذن الله تعالى. كده أنا نهيت الموضوع الأساسي. الموضوع أو تكملة للعناية بالشعر، بنجد أن كثير من النساء بيستخدموا الشامبوهات والبلسمات بكثرة جدا، ده على المدى الطويل بيأثر تأثير سيء على الشعر وفروة الرأس. ولذلك النصيحة
أن تتجنبي بقدر الإمكان هذه الأشياء، وتلجئي إلى الزيوت الطبيعية والطبيعية جدا اللي موجودة عند العطار. طيب لو أنت عايزة تنظفي الشعر وفروة الرأس من القشرة وخلافه وتعتني، هناك نوعان من الأعشاب، دولت أصح نوعان للعناية بالشعر لابد انك تستخدميهم ويكونوا عندك في المنزل. هما ايه؟ هما الزعتر اللي احنا قلنا عليه، تغليه وتصفيه لحد ما يبرد وتدلكي بيه فروة الرأس دائما، هو ريحته جميل. العشب التاني هو عشب الروزماري، الروزماري وده موجود ايضا رخيص الثمن، بتغليه وبتدلكي بيه فروة الرأس وايضا ريحته جميلة وليست رائحة منفرة. ده نصيحة اخيرة للعناية بالشعر وعلاج منطقة الخلية من الشعر في الرأس. هذا العلاج بيصلح للنساء ويصلح للرجال معا. بكده ننهي هذا الدرس او الموضوع في هذا الفيديو، اتمنى انه ينال اعجابكم، واذا نال اعجابكم لا تبخلوا علينا بالاشتراك في القناة وعمل شير نشر الفيديو حتى تعم الفائدة، واي شيء انسان له تعليق له اي تعليق يكتبه واحنا هنرد عليه او اي استفسار. والى ان القاكم في موضوع اخر على قناتكم مصادر الحياة، كان معكم ابو الحسن عبد الله صاحب قناة مصادر الحياة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.